أساسي بالحب هو الاهتمام. أكيد في ناس يعني بتحتاج الاهتمام أكثر ما بتحتاج الحب يعني. لا الحب أهم. يعني الاهتمام صادق أكثر، الحب هالأيام ما صار شيء تجاري، صار شيء هيك يعني كرمال مصلحة يحكوا بالحب. نفس الشيء أكيد، أي حب بده اهتمام. إذا جاك اهتمام بس من شخص غلط كيف تتصرفي معه؟ بعتذر منه. ممكن اهتمامه الزايد يخليكي تقربي منه؟ ايه ممكن كصديق، ممكن اي شيء، ليش لا؟ يعني بتعطيه شوية امل؟ ايه ليش لا؟ دغري بوقف من الاول، دغري بحط حد. ما بتصرف شيء يعني، بفهمه انه هو مو الشخص المناسب لانه طالب الاهتمام منه، يعني يفضل انه اعرفه من البداية انه لا. هلا اكيد بعطيه قيمته لهذا الشخص، لانه انا بشكل عام على المستوى الشخصي انا بقدر الاهتمام وبفضل انه باي علاقه لازم يكون في اهتمام. راح احط حد لانه ما راح يعني ورطه معي، خليه يزيد اهتمامه وانا بزيد رفضه هيك شيء.